إسماعيل الإفريقي. السنوات التي أمضاها متخفيا في غابة غوروغو يتحين كمئات من أمثاله فرصة التسلل إلى مدينة مليلية المحتلة علمته أشياء كثيرة. يحتفظ بذكرى ثلاث محاولات يقول إنها كادت تكون ناجحة، ولكنها بالنسبة إليه انتهت نهايات مأساوية. في أولاها في العام 2000 فقد صديقا عزيزا، وفي الثانية أشهرا بعد ذلك كسرت ساقه ولزم مخبأه عدة أشهر. في المحاولة الثالثة ولم يحاول بعدها فقد صديقا آخر، وتمكن هو من النجاة بأعجوبة. من محاولاته تلك يحتفظ إسماعيل بذاك العرج الخفيف الذي خلفته إصابته في المحاولة الثانية. من أطراف الناظور وصل إسماعيل إلى طنجة، حيث التقى أفارقة كثيرين كانوا مثله يتحينون فرصة التسلل إلى الضفة الأوروبية. تعرف الشاب ذو 30 عاما الذي يقول إنه من بوركينا فاسو إلى عدد من الشبان المغاربة في حي بوخلف، وقد أكد غير ما مرة أنه يعدهم أهله ويضعهم مكان عائلته التي ودعها قبل 8 أعوام وهو يغادر قريته في زينياري. الذين يحدثهم عن زينياري وعن شقيقاته الثلاث وعن أمه مريم وعن والده مامادو المتوفى منذ زمن بعيد لا يقدرون إلا على تخيل تلك الأسرة الإفريقية وهي تعيش على إيقاع لا يوجد مثله إلا في إفريقيا. منذ أن استقر في طنجة لم يعد إسماعيل يبدي كبير اهتمام بالعبور إلى الضفة الأوروبية. صحيح أنه كان حلما له في السنين التي مضت، ولكن نظرته إلى الأمور تغيرت. كان كعشرات من الأفارقة الذين انتهت بهم الرحلة إلى طنجة يعيش على ما يقدمه الناس من صدقات ومساعدات. يتقاسم إسماعيل شقة من غرفتين وحمام مع 5 أفارقة آخرين جاءوا من بلدان مختلفة، وقد صار وجها مألوفا في مقاهي الحي، وكثيرا ما كانت لقاءاته تلك مناسبات يحكي فيها صورا وذكريات من حياته صبيا ثم مراهقا فشابا في زينياري، وعن رحلته التي كانت المغامرة الأكبر في حياته. وكذلك علم منه جلساؤه من شبان الحي أنه قبل أن يدخل أرض المغرب أمضى 4 أشهر في الجزائر. لم يكن جلساؤه ليفهموا سبب بكائه كلما أتى على ذكر تلك الأشهر التي أمضاها في سيدي بالعباس إلا حين حكى لهم عن القبض عليه. قال إن أناسا بالزي المدني أمسكوا به بينما كان يتجول في وسط المدينة وجردوه مما كان معه من مال ومتاع. لم يشفع له توسله إليهم ولا بكاؤه. قال إن كل شيء مر بسرعة، ثم اقتيد إلى زنزانة في السجن حيث أمضى 3 أشهر. يوم غادر السجن أبلغ بأن عليه أن يرحل عن الجزائر خلال 3 أيام. معاناه في المعتقل كان يدفع إلى استعجال الرحيل. انتقل إلى تلمسان حيث التقى ماليا يقيم في المدينة منذ فترة طويلة. كان الرجل على صلة بشبكات التهريب وقد وجهه إلى من هربه إلى التراب المغربي. يقول إسماعيل إنه لم يعامل بقساوة منذ أن دخل المغرب. كان العربي الزاهي وهو ميكانيكي في 26 من العمر الأقرب إلى إسماعيل، وقد علم منه أنه لما غادر قريته في زينياري وكان في 22 كان يريد التوجه إلى أوروبا لإتمام دراسته في الميكانيك. لعل ذاك ما جعله يقترب منه أكثر، وكثيرا ما كان يتبادلان الحديث حول محركات السيارات. وقد رافق إسماعيل صديقه المغربي عدة مرات إلى الورشة التي يعمل بها، ثم لما تطورت علاقاتهما كان يساعده في إصلاح محركات سيارات يتسلمها من أصحابها خارج الورشة التي يعمل بها في حي الإدريسية. كان لقاء مساعدته تلك يدفع له مما يحصل عليه. علم العربي من صديقه أنه حين قرر الرحيل لم يكن يدرك حجم المعاناة التي كانت في انتظاره. يضحك وهو يتذكر،
ثم يستدرك أن كل ما كان يهمه أن يصل إلى أوروبا، قارة الأحلام كلها والنجاحات كلها. كذلك كان الشبان من أقرانه في زنياري يتخيلونها، بل كذلك صورت لهم، الذين التقاهم مكدسين على ظهور الشاحنات التي عبرت بهم الصحارى والفيافي صعودا إلى الشمال. كانت لديهم الأحلام ذاتها بالتلاوين ذاتها لا تختلف في أي شيء. ثم إنه كان يدرك أن نجاح مغامرته التي غامرها ستعود على أسرته، على شقيقاته الثلاث، وعلى والدته ببعض السعادة. فقد كان وهو يودعهن قبل أن يبتلع أفق زنياري الشمس يعدهن بمال وملابس وأشياء كثيرة. يكمل ابتسامته بينما تنزل من جفنيه عبرات رسمت على وجنتيه خطا من بلل. يتنفس عميقا، ينتبه إلى أن جليسه العربي يصغي إليه وإلى حكايته وأنه ينتظر المزيد. في مرة واحدة حكى عن حبه لبنته، كانت جميلة القرية وقد نافسه عليها شبان كثيرون، ولكنه وحده من ظفر بقلبها. حتى وقد مرت الآن سنوات عشر ما زال موقنا بأنها تنتظره، ولعله قرأ في نظرات العربي ما يشي باستغرابه أن تنتظره بنته خلال كل تلك السنوات. ابتسم في وجهه وقال له: نحن في إفريقيا نحترم الوعود، وقد وعدتها بأنني سأعود إليها ووعدتني بأنها ستنتظرني. لم يرغب العربي في التعقيب، ما قاله صديقه إسماعيل يغنيه عن كل تعقيب. تمكن العربي من إيجاد عمل قار لصديقه إسماعيل في معمل للنجارة، كان يتولى صيانة الآلات، وقد مكنه ذلك من الحصول على أجر كفاه الوقوف عند الإشارات الضوئية في ملتقيات الطرق أو في أبواب المساجد، وكذلك تعززت صداقته أكثر مع العربي. لم يكن إسماعيل مقترا، ولكنه كان يحرص على توفير بعض المال. صار يفكر في العودة إلى زنياري، إلى أسرته وإلى بنته. أخبر العربي بأنه بعث لها برسالة مؤخرا، وبأنه تلقى منها ردا مفاده أنها ما زالت تنتظره. انتظر الشاب الإفريقي 8 أشهر أخرى. في مارس من العام 2013 قرر العودة إلى بوركينا فاسو. أتم إجراءات تجديد جواز السفر، لم يكن لديه من بديل عن السفر برا، وكذلك استقل الحافلات نزولا إلى الحدود المغربية الموريتانية. كان معه متاع حمله 3 حقائب كبيرة. لقد اشترى هدايا لأمه ولشقيقاته وأيضا لبنته. عليه أن يعبر لها عن شكره لوفائها. يعلم أن شبانا كثيرين ممن نافسوه عليها تقدموا لخطبتها ولكنها رفضت. كانت الرحلة طويلة وشاقة، استغرقت أكثر من 2 أسبوع. في محطات كثيرة كان عليه أن يتوقف وينتظر توفر وسيلة نقل. ثم ذات صباح تنفس من جديد هواء زنياري، طرق باب أسرته. كانت عايشة شقيقته الصغرى من فتح الباب. وقفت مشدوها، لم تتعرف عليه من نظرة أولى. كان أشعث أغبر تغطي وجهه لحية كثة، ثم اهتزت وهي تسمعه يناديها باسمها عايشة. صاحت تردد اسمه إسماعيل. جاءت أمها مسرعة، عانقته بحرارة، ظلت متمسكة به دقائق لن تعوضها حتما حرمانها منه على مدى السنوات التي انقضت. ثم أرسلته وجاء يحمل متاعه إلى غرفة مقابلة للباب الخارجي. سأل عن شقيقتيه الأخريين عالية وزينب، فعلم أنهما تزوجتا. جاءت أمه بطعام مما توفر لديها، وسريعا جلست بجواره لا تغفل عنه عيناها لحظة. بعد أن أخذ قسطا من الراحة مضى إلى الحمام بعد أن جلب الماء ليغتسل ويحلق ذقنه. يعلم أنه سيكون على موعد مع الجيران، الأهم لديه أن يرى بنته. يظن أن ملامحها قد تبدلت، ولكنه لا يخالها إلا الأجمل بين فتيات القرية. التقاها عصرا وقد سره أنها بخير وأنها لا زالت تنتظره. حكى لها القليل عن مغامرته ووعدها بالمزيد بعد أن يخطبها من والديها.
في ليلته الأولى بعد غياب دام أزيد من 10 سنوات، حكى إسماعيل لأمه وشقيقاته اللواتي تحلقن حوله عن كل ما رآه في سفره الطويل ذاك. حدثهم مطولا عن العربي صديقه الطنجاوي الذي ساعده في العثور على عمل. بعد 3 أيام خطب إسماعيل حبيبته بنت من والديها، حمل إليهم من الهدايا التي جاء بها من المغرب، ووعدهم بأنه سيصحبها معه إلى طنجة ما أن يتمكن من الحصول على الوثائق الضرورية. كان حفل زفاف بسيط بساطة إفريقيا وغني بالمشاعر. كذلك حكى إسماعيل للعرب عن زفافه لما عاد إلى طنجة، حكى له عن تقاليد قبيلته، عن الأطعمة وعن الألبسة وعن الطقوس التي تسبق الزواج وتلك التي تليه مباشرة. كان العربي يود لو أنه استطاع الحضور ليشارك صديقه الإفريقي فرحته. وعده بأن يرافقه مرة إلى بلدته هناك في زنياري.